الدولي المغربي المهدي بن عطية، والذي تراوح ما بين 20 و22 مليون يورو حسب ما أعلنت شبكة سكاي سبورت. وكان اللاعب المغربي قد ألمح خلال الأيام الماضية إلى عدم رضاه عما وصفه بالعرض الضعيف الذي تقدم به مسؤولو روما لتمديد عقده بعد ظهوره بمستوى ممتاز في موسمه الأول مع فريق العاصمة الإيطالية، وهو ما فتح الباب لانتقاله في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه، وعلى رأسها مانشستر سيتي وبرشلونة. عبر الدولي البرازيلي دافيد لويس.